اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر من التطورات الجاريه في السودان من حيث ضروره وقف اطلاق النار على نحو دائم وشامل والشروع كذلك في حوار سلمي يؤدي الى استكمال المسار الانتقالي على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق ويجنب كذلك المعاناه الانسانيه ويتيح له المضي قدما في مسار الاستقرار جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أسيسي رئيس اللجنه الدائمه لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الامريكي مايك تيرنر وبرفقته وفد كبير من اعضاء اللجنه من الحزبين الجمهوري والديمقراطيه استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مايك تيرنر رئيس اللجنه الدائمه لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الامريكي وبرفقته وفد كبير من اعضاء اللجنه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه والسيد جون دي روشر القائم باعمال السفير الامريكي بالقاهره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الجانب الأمريكي في هذا الصدد على محورية الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة، بالإضافة إلى دورها الرائد في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على جميع المستويات لدرء المخاطر والتحديات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشا مفتوحا بين السيد الرئيس وأعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث تم التطرق إلى الأزمات التي يعاني منها العديد من دول المنطقة، وتهدد المقومات الأساسية للدول في حد ذاتها، بما يعرض مقدرات شعوبها لمخاطر وجودية، وينذر بمزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للملايين من شعوب المنطقة. وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول كذلك مستجدات القضية الفلسطينية حيث أكد السيد الرئيس على أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مبادرات اعاده اعمار غزه ومؤكدا ان السلام العادل والشامل من شانه ان يفتح افاقا جديده ورحبه في المنطقه لصالح التنميه والازدهار لجميع الشعوب كما اكد السيد رئيس الجمهوريه موقف مصر من التطورات الجاريه بالسودان من حيث ضروره وقف اطلاق النار على نحو دائم وشامل والشروع في حوار سلمي يؤدي الى استكمال المسار الانتقالي على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق ويجنبه المعاناه الانسانيه ويتيح له المضي قدما في مسار الاستقرار والتنميه